فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر؟ نعم، جمع في المدينة بين الظهر والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية أصح من رواية ولا سفر، لأن قوله ولا سفر ينتفي بقوله في المدينة. وعلى كل حال، فإن هذا الإشكال الذي أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنهما، فقالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج بترك الجمع. فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن فيه حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحدده، الظهر من كذا إلى كذا، والعصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئا على وقته أو أخر شيئا على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حاجة، لأن ابن عباس وضح هذا فقال أراد أن لا يحرج أمته. لو قال أراد أن يوسع على أمته لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال أراد أن لا يحرج لما قال أراد أن لا يحرج علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة،